وفي الثقافة انطلقت بمدينة الثقافة الدورة السادسة لمهرجاني بانوراما الفيلم القصير الدولي بعرض بأربعة أفلام، افتتحه الشريط القصير المجيرة والري للمخرج التونسي أنيس عبسي. يتنافس 22 فيلما قصيرا من 13 بلدا على جوائز مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولية الذي تم افتتاح دورته السادسة بمدينة الثقافة. 6 جوائز بأحسن فيلم روائي قصير، أحسن مخرج فيلم قصير، أحسن فيلم وثائقي قصير، أحسن مخرج فيلم وثائقي قصير، وشيء ثلاثة تحكيم لفيلم قصير، وأحسن لش تحكيم لفيلم وثائقي قصير. وتتوزع الأفلام المشاركة مناصفة بين الأفلام القصيرة الوثائقية والروائية. الأفلام السنة معناها المستوى كان أعلى بيسر من السنوات الفارطة، وأنه عنا موجة من الشباب معناها تبارك الله جديدة اللي عندهم أفكار يسر حلوة. مضامين متأثرة بهالأزمات اللي يعيشها الإنسان، شفنا شواهد متاع الحميمية متاع الإنسان الذي يبحث عن قيمة. البحث عن قيمة جسدها الفيلم الافتتاحي المجيرة والري من خلال قصة طفلين يبحث كلاهما عن قيمة مفقودة في بلده. دونك صغير 12 سنه في بلاد ما فيهاش كيما نقول بالنسبه ليه هو يرى ما فيهاش مستقبل، ما فيهاش خدمه، يحلم بحلم اوروبا، لكن في نفس الوقت نشوفوا التناقض اللي الطفله اللي جايه من اوروبا كيفاش عندها الراي المضاد. فدونك هنا هذا اللي نلعب عليه شويه، يعني زاد كذلك الخارج راهو ماهوش زاد الحلم الموعود. وتتواصل فعاليات مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي بمدينه الثقافه الى غايه يوم الرابع من هذا الشهر. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.